السلام عليكم. حجزت مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية سقهراس معاطف رجالية تحمل بيانات باللغة العبرية، ويأتي هذا في إطار العملية النوعية التي تقوم بها مصالح الرقابة على مستوى المفتشية الإقليمية للتجارة وترقية الصادرات بصدرتا رفقة مصالح أمن دائرة صدرتا. وتم حجز معاطف رجالية شتوية تحمل بيانات باللغة العبرية، الأمر الذي يمس بالمصالح المعنوية للمستهلك لا سيما ما تعلق منها بالثوابت الدينية والمعتقدات الدينية والثقافية للمستهلك، إضافة إلى غياب البيانات الإجبارية للوسم باللغة العربية. تخيل عالم في الجزائر أو سفارة في الجزائر من هذه الدولة تتقلب. تحية الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.